السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد، قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نحكي عن استراتيجية جديدة، استراتيجية تعويدة السم، البوزن تعويدة السم. استراتيجية قوية إذا لقيت الجيش المناسب تلعب به. أعيد وأكرر أن هذه استراتيجية ناجحة في المنطقة السابعة والسادسة والخامسة والثامنة. حتى أحد يقول لي جربها على منطقة متقدمة يقول ما تنجح له شيء، فهذه هي ناجحة بالتأكيد بهالمناطق هاي. راح نجرب اليوم نبدي نهجم ونشوف. راح نشوف ان شاء الله. انا دائما احدد الخصم يبدأ بالهجوم حتى اعرف استراتيجيته واعرف وين اضرب، فراح انتظره. اذا ما بدأ بالهجوم راح نبادر بالهجوم، مدام ما يشوفه هو يعني لاعب موحي هم يعني ينتظرني انا احزن. الحين الجانب الدفاعي وراح على الجانب الهجوم، هو هاي غلطة طبعا، ما دافع يعني لازم البرنس يعني خطيرة كلش، ديروا بالكم منها. سلاح خطير كلش البرنس، لأن الحقيقة هي مستوى تهديفي مالها عالي، تهدف من بعيد. طريقة أنا ما دافع أدت إلى خسارة البرج اللي على اليسار. دائما يكتب حساب الدفاع لازم، ما يصير تلعب بدون ما تدافع. البرنس قلت لكم خطيرة، فدائما اجتنبوها، حاولوا تخلصون منها اذا جابتكم البرنس. فزنا عليه حتى لو بتاور واحد، يعني اقدر العب دفاع من يسار. حصلنا على صندوق ذهبي، نفتح جهاز اوراقهم. هذا مع شارع صوت الشارع، ترى انا احب العب بالعواطف دائما. الصواعق هاي خوش كارت، ترمي البربري. نروح معركة ثانية، قدرنا بالاستراتيجية السم نتخلص من كارت خطير ذا برنس. شايفينه لعبنا بديك اللعبة، الآن راح نشوف.
الفيرنو لعبه نزلها، الفيرنو كانت ايضا خطيه، بس برنسي راح ياخذ من تاورا. الفارس هذا صعد السم، الان العب هيج راح ياخذ السم التاور ماله في الفيرنو وشوية من الوجه. مدفع ياخذها، لا وانت ورا اللي صار تقريبا انه يعني هذا الوجه سكلت مع الوجه راح يكون الفارس ماله. بعدين خلي الفارس كذي بالنص قدام الوجه مالته، ألعب السهام في هجوم الجو معنا، راح ألعب على اليسرى البلد اللي أخذته مساء، وراح أدب السهم مالتي، دبيت المستعجل شوي بس الفارس ما يقدر ياخذه. هذا الفوز الثاني. راح نلعب الهجوم الثالث ان شاء الله. ونشوف شو يصير ويانا. اعيد واذكر الاستراتيجية ناجحة بالمنطقة السابعة والثامنة والسادسة، ويعني المناطق اللي جواهم. راح العب البويزن ماله، اتشر راح ياخذون الفالكري مالته. هو هم يستخدم البويزن شايفين تعويذة السم، هو هم يستخدمها جاي يستخدمها. راح اروح بالفالكري ادفع ادفع وراح الوجه. اركض السهام تنين النار، تنين النار طبعا راح ادفع بالفارس مالي. نورك بعد ودي بالويسن وياه، اخذت الموز منه طبعا تعدل بالسم. هو هجوم عليك لازم ترده، ما تلعب بالسم. انا زي الباركلي خلصت من سكرتون. واحط شو اسمه يخلصون من النار العاصمة.
راجم على البرج الثاني على اليسار. استخدمت البرج حتى تشيل الجوبلين. راح اشيل الساحر بالمنطقة. او انتهت الفوز الثالث. وشفتوا الاستراتيجية ايضا صندوق حلو نزلنا يعني الحمد لله صندوق حلو صندوق كبير وحلو. شكرا لكم حبايبي، هذا اخوكم مالد. امل ان الاستراتيجية جربتها انا ايضا ضد الجوبلين هانت، هاي الاكواخ مال الجوبلين. صدقوني الاستراتيجية حلوة وفعالة ضد الجوبلين هانت، ضد الباربري هانت. يعني تحتاجها كل مرة تواجهك مشكلة. أتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. وفي استراتيجية جيش ثاني وثالث أيضا جاي، بس أغير بالكارتات إن شاء الله أعرضها لكم، وأيضا باستراتيجية الوزن. أشوفكم حلقة جديدة. هذا أخوكم ماجد، في أمان الله.